معكم نزار وجينا في فيديو جديد في بلاصه جديده في مونتاج جديد غنحاولوا نشوفوا المهم خربقنا في السيت اب شويه اللي بغى يشوف السيت اب جديده خلي لي الكومنت تحت. المهم فيديو اليوم عندنا انبوكسين والريفيو ديال رايزر كيشي. دونك هذه واحد اللعيبه اللي ما كايناش في السوق بزاف، كاينين ديال الشينوان اللي ديجا عملت عليهم فيديو وعملت عليهم ريفيو نخليها لكم هنايا. دونك كاينه واحده اخرى اللي كيكونوا رخاص تقدر تشوفهم تشريوهم السيتات ديال الشينوا، سينو اذا بغيتوا شي حاجه كاليتي هنا هادشي ديال رايزر. دونك رايزر عندنا سميه رايزر كيشي ولاش صالحه، دونك فيها دو فيرسون، فيها فيرسون ديال اندرويد وفيها فيرسون ديال اي او اس. حنا نجربوا الفيرسون ديال اندرويد اللي هي هذه، واي او اس واندرويد نفس الحاجه، نفس السيستم، نفس البوطونيس، نفس الايتم، فقط كومباتيبيليتي ما بين اللوجيسيال ديال اندرويد واللوجيسيال ديال اي او اس اللي مبدل شويه. صافي دونك ندوزو انبوكسين خفيف. انبوكسين ديال هاد السيد هذا طلع شي ورده، دونك رايزر كيشي. شنو كيقولوا عليه؟ ارغونوميك ديزاين صراحة اي اندرويد، و كليكابل تومب ستيك بالنسبه للاتجاه الاول، بالنسبه للاور شنو كاتبين ارغونوميك كليكابل صراحة كلاود كترو شارجا بتايب سي، يعني اذا كان عندك شي كابل تايب سي صلح لك. كليكابل انالوج فيتس صراحة اي اندرويد، و لو لاتنسي يعني ما فيهش اللاك بزاف. دونك هذو ثلاثه الانفورماسيونات اللي كاينين، اللوغو على هنا، اللوغو ديالنا والايتم ديالنا هنا، وعندنا انفورماسيونات اخرين بحال شمن اندرويد صالحه ليهم. دونك تقريبا اندرويدات كاملين صالحه ليهم، ما تلقاوش شي مشكل من هذه الناحيه. دابا ندوزو الانبوكسين ديالها. باش انبوكسيوها خصنا السلاح ديالنا دائما. شحال من واحد سقساني بشحال شريتو كذا، هذا جا كادو اوب عنده واقيلا جوج بلايص، يس عنده جوج بلايص. دونك كنجرب واحد سيت اب جديده بالنسبه للانبوكسين، كنجربوها ونشوفوا واش غتصدق ولا لا. قولوا لي الراي ديالكم تحت. هوب بلا شنو كيجي هنايا؟ عندنا الايتم كيجي بوحديتو، كيجي بوحديتو. شنو كيكون اخر معاه؟ الخاوي، ستيكرز بحال لعيبه ابل كيشي. صافي كويك ستارت جايد. عندنا الصندوقه مسكينه ما فيها والو، غنزولوها تماك. هادو غنخليوهم هنا كاين داكشي فهمتي مرتب المسائل. ها 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 هذا اللي كيجي معاه. هذا مسكين ما عارف نحتاجوه نقطعو شي واحد، قطعو الراس شي واحد. دابا نشوفو شنو كاين هنايا. قال لك اونلوك ياك، كيفاش غنونلوكيو؟ نفتحناه 100% وغنجبدوه. اوكي دونك هذا ستيكر ديالو تو اكسباند. قال لك اذا بغيتي تاكسبانديه اكسباندي، حنا غنكسبانديوه دابا كون هاني. فوالا ها هو تاكسباندا. دونك كتختار اي تليفون بغيتي وكتخشيه هنايا. لهذا غنجيبو ديالنا، نحضرو ديالنا، حضرنا ديالنا. دونك نحاولو نلعبو بنوت تسعود. دونك نوت تسعود نحاولو نلعبو به تا نوت تسعود راه الريفيو ديالو في الشان. دابا هذا نوت تسعود نحاولو نقيميو به. دونك ما نشوف ني ايتيليزاسيون ديالو ني ستارت جايد ديالو ني والو، فقط ها هو خدام مخير ديجا ديكون تاكتيفا و تكونيكتا مزيان. غنختارو شي جو. دونك الجو الاول اللي اخترت انا عرفت واش شابر الفوكس مزيان. الجو الاول اللي قلنا نختارو الاسفالت. دونك انا كنظن اهم جو تقدر تلعب به وتستي به هاد الكونفيغ هادي ولا هاد الكيشي هادي. اذا الشباب دابا نتيستيو الجو وشني فيه، شنو نقدروا نلعبوا شنو ما نقدروش نلعبوا. دونك اسفالت غنخسروها، نخسروا السيليكشن كما كتشوفوا اوتوماتيكمون كيتكونيكتا، كتقدر تلعب به عادي. دونك كاينه واحد البورت سي هنايا كتقدر تكونيكتا به اوتوماتيكمون مع التليفون ديالك. وكل ما التليفون كان صراحه واعر بحال دابا النوت 9 النوت 10 الاس 20 بلس، المهم ديك التليفونات اللي كيكونوا عراضين يقدر يجيك واعر صراحه. انا بالنسبه للنوت 9 جا لاصق صراحه، جا لاصق بزاف وشهاني نلعب به. فهمتي كما كتشوفوا اللور عندنا الاكستنشن ديالو في كيت اكستاندا، هاد البوطون الفوقاني والتحت باش ملي كتجي تفسخهم كتكليكي عليهم. وكاين عاوتاني لي دو بوطون من هنا، الار فيها ار و ار 1 و ار 2، ال فيها ال 1 و ال 2. دونك عندنا جوج الات وجوج ارات. البوطونيس ديال اكس و ا و بي فحالهم فحال ديال الاكس بوكس. عندنا هنايا البوطونيس ديال
ديريكسيون ديريكسيون اللي مزيونه بصراحه كاع الالعاب ديال ستريت فايتر دوك تي باغي تلعب ستريت فايتر ولا شي لعبه ديال مورتال كومبا مزيان داكشي خفيف الكومبو دغيا تقدر تعملو. وهنا اذا بغيتي تمشي لهوم بوطون اد هوم بوطون ستارت رجع بحالك ديال هذه كتكونيكتي بها الكونسول. دابا كنعملوا واحد الجيم خفيفه هضرنا على الاساسيات دابا نمشيو نعملوا جيم خفيفه وظريفه في هذا الجو هذا ومن بعد نتيستيو عاوتاني جوات اخرين. دونك هنا عطاني متسوبيتشي ار يو وانت تو اكسيت ذا جيم نو ليتس جو بلاي نبلايو هذا الراوند اللي عطاوني جو بلاي غنجربوا هذه القضيه ديال هذا الجو كيفاش عامل. ممكن بزاف ديال لي جو ديال الموبايل المهم انا الاختصاص ديالي ماشي لي جو ديال الموبايل ولكن كاينين الدراري بزاف واعرين في هذا المجال هذا اللي يقدروا ينصحوكم باش من جو تلعبوا. ولكن بالنسبه لي غنجربوا ثلاثه ديال لي جو اساسيين هذا شي خصني نكونسونطرا دابا. دونك هذا الجو هو كي ديريكسيون هو كيعملها وانت هنا كتختار فين تمشي يعني هنايا ها هما كما كتشوفوا كدريفتي بالشمال اولا باش كتروش كدريفتي بهذا الشمال باش كتروش شارجي النيترو ديالك وداكشي اللي غنعملو دابا ليتس جو فوالا حنا كنروش شارجيو فوالا من بعد كنختارو الاتجاه اللي نعملو ومن بعد كنطلقو النيترو بكل سهوله باغ كنحاولو نجيو للوالا في هذا الجيم. هنا كتختار الاتجاهات فين تمشي التنقيزه مثلا بغيتي التنقيزه باش تطلق طلع النيترو بزاف واي 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 هادشي مزيان كسحب ليش الموبايل في هاد الجيمز زيد باقي في السماء باقي واي هاي 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 لا لا مزيان مشاو بعيد مشاو بعيد باقي كنفسدو في النيترو فينيش صافي ايزي بيزي كانت راوند ايزي بيزي ما استعمال مزيان صراحه التشبيره واعره ويدي كبار زعما ماشي يدي كما كتشوفوا يدي كبار الجو مرتاح يعني إذا كان يدك كبار يدك صغار بجوج بهم ما تلقاش مشكل كومباتيبل مع اليدين كاملين. وعجبتني الكاليتي كتحس بأنه كتشبر واحد الايتم اللي هو كاليتي كتشبر واحد المانيت اللي هي كاليتي بزاف بحال اللي جيتي شبرتي المانيتا ديال الاكس بوكس 1 حولتيها وبديتي كتلعب بها على الموبايل. دابا ندوزو لشي جو آخر نتيستيو بها عاوتاني اللعب. إذا الشباب دخلنا ببجي موبايل ياك جربنا اللعيبات ديالها لقينا أنه ما خداماش تو سامبلومون ما خداماش مع هاد اللعبة كنظن يمكن هما عاملينها ك سيكوريتي فهمتي باش يكون سيكوريتي مزيانه. دونك غنحاولو نرجعو بحالنا اوكي سيف خرج بحالك سيف ريسيت ريسيت سيف اكسيت 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 كما كتشوفو نقدر مثلا كاينشا اونفولو تسيب فوالا تسيبت بحال دابا هادي نقدر نتحكم في اتجاهات. الا بغيت نتحكم في اتجاهات نقدر نتحكم ولكن من غير هاد البوطونيس هادو كاملين ما فيهم والو يعني ما كيكليكيو حتى شي حاجه ار ال حتى شي واحد فيهم ما خدام. دونك خصك لابد تتحكم بالكاميرا يعني اذا كنتو باغيين تلعبوا في بابجي موبايل بهاد المانيت هادي ما يمكنش. كنظن هادي واقيلا سيستم ديال السيكوريتي اللي عاملينه هما باش كلشي يلعب بالتاكتيل ديريكت كنظن هذه هي القضيه اللي عامله. دونك غنجربوا دابا جو اخر كنظن كاين دي لوجيسيال اللي كيخلي وقت تسانكرونيزي هاد لي بوطون مع هاد الاوبسيونات اللي كاينين هنا بحال اللي عملت لكم في الفيديو ديال ديك المانيت الاولى ديال شحال هادي. مي اذا كنتو انتريسي تلعبوا ببجي موبايل خصكم اوتوماتيكمون تديتيكتا مع الديتيكتاج مع هاد الجو. دونك غنجربوا جو اخر عاوتاني نشوفوا شنو كاين. اوكي الشباب دابا غنجربوا جو اخر اللي حتى هو ماشي كومباتيبل مع المانيت. دونك كنظن لي مانيت كاملين عندهم دي جو لي اوتوماتيكمون كومباتيبل بحال دابا هادي كومباتيبل مع كاين واحد البوطون هاتي خرج بحالك. دونك ما كاين بحال دابا فري فاير ما فيهاش حتى هي الكومباتيبيليتي اوتوماتيك يمكن خصكم تانستاليو دي لوجيسيال اللي يخليكم تكونتابيليزيو تكومباتيلي ترجعوا هاد اللعبه هاد المانيت كومباتيبل ولا اي مانيت كومباتيبل مع الجو. كنظن هذا وقيلا السيستم ديال السيكوريتي ديال هاد لي جو هادو باش بنادم كامل يبقى يلعب غير بلي زيكرون باش هذا ما يتعدى على هذا يمكن. دونك هادشي اللي كان بالنسبه لي. دونك جربنا ببجي موبايل او فري فاير بجوج ما يصلح لهمش هاد المانيت هادي. غنشوفوا العاب اخرين اللي يقدروا يصلحوا اوتوماتيكمون. اذا شباب عدنا اليكم. دونك انا تيستينا بزاف ديال لي جو تيستينا ببجي موبايل انه ماشي كومباتيبل مع هذا فري فاير حتى هو ماشي كومباتيبل اسفالت كومباتيبل. دونك انا قلت بلاتي نشوف واش رايزر عاملين شي ابليكاسيون تقول لي شنو هما لي جو لي كومباتيبل وداكشي اللي لقيت. دونك غاتمشيو لجوجل اب ستور غاتلقى واحد لابليكاسيون سميتها رايزر كيشي. دونك رايزر كيشي نفس السميه ديال هاد
الكيس هاد المانيت هادي هنا اكتشفوا ان كاينين بزاف بزاف ديال لي جو لي كومباتيبل وخسروا شي وحدين منهم. كتختار مثلا الاكشن بعدا احسن واحد احسن وحدين ديال الاكشن نقدروا نكتبوا كاينين هنا بزاف تريجر ديال تريجر دير هانتر دوكورو دنجن دنجن فيلز باتل جي تي شاينا تاون جراند ثيف اوتو يعني اذا بغيتي جي تي 3 حتى هي كاينه موجوده كاينه بزاف هنا جيتس مثلا هنا كيديك اذا بغيتي كيديك اوتوماتيكمون الاب ستور باش تشريها ولا تيليشارجيها اذا كانت فري. حنا نشوفوا هنا شي جو اللي عاملينه هنايا في ديسكوفري نقدروا نكتشفوه ونلعبوا له. دونك الجو اللي غنجربوا دابا هو الباتل كوبترز كدوز التوتوريال الاولاني التوتوريال الاولاني خصك ولا بد تستعمل فيه اللعيبات بيدك ولكن ابخي ملي كتختار اكشن ديالك والباتل ديالك كتختار التيم ديالك تقدر تلعب عادي. دونك كاينه الموفمون ديال الهليكوبتر كامل بالمانيت الاسلحه حتى هما بالمانيت من غير واحد الصاروخ اللي كيكون هنا دونك قريب تقدر تكليك عليه وهادشي اللي كان كما كتشوفوا هنا احنا نحاولوا نتمنى يكون كيبان ديك الشيء مزيان وبيرفكتو. كتشوفوا هنا انا كنتحكم بالطياره عادي الطياره كتزيد لقدام هما وقفوا دابا كيقول لي واتش اوت ريد ريل يوز جيت ريدي تو فاير داكشي اللي عملنا انا ريدي تو فاير غنمشي لهذا السيد هذا اللي بوحدو نحاولوا نتفاهموا معاه هو هنا لقوا الصاروخ بيرفكت عرجع بحالي شويه نقربوا من هذا ملي كتقرب من عنده كتولي اوتوماتيك وتا الصاروخ كيولي او مزيان نهرب من هذا حيت كيضرب فيا طلع لفوق شويش موفي او مزيان مزيان روشارجي او كيتروشارجي الاوتو الاوتو كيتروشارجا صاروخ اند بوم صافي قضينا على ليكيب الاول صافي مزيان واحد لي شي ورا اخر الكيبو ديالي قاضي الغرض زيد روشارجي 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 بوم الدراري يزربو عليا قبل ما يسال الروشارج ملي كنقرب لعندو كتجي اوتوماتيكمون الصاروخ الصاروخ اللي كيترولو دا سينو الميتخايوز اوتوماتيكمون كتاتاكي ملي كتشارج هذيك اللعيبه كنصيفط صاروخ عاديه فوالا بعد تقدر نهرب منهم مثلا بغيت نهرب طلع الفوق انا نطلع الفوق شويش باش كتحاول تهرب من قرطاس ديالو او ما كيصورخني شي واحد ما عرفتش شكون بحال عنده واحد الموفمو عالمي واحد الموفمو عالمي هو وحيد من تحت هذا تيان نتفاهم مع الفوقاني قريب هيلو هيلو ماي فريند هذا غنسيبدو على شي صاروخ خفافي حتى هو هيك كنشوف عليا لاطاك بزاف كنحاول موفي موفي نتهرب شويش ونصورخ باقي شي حد هنا كيدور ها هو وحيد هيلو ماي فريند صافا ترانكيل كلشي هو هذاك صاروخ ظريف اند بسلام باقي شي حد اخر باقي شي حد اخر كيضرب فيا اند وين التيم ديالي غلب 9-0 دونك كان هذا التيست ديال هذا الجو هذا ديال باتل كوبتر. اذا الشباب هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد ريزر كيشي دونك اش غنقول لكم كونكليزيون اللي نقدر نقول لكم اخر حاجه نقدر نقول لكم بالنسبه للتحكم واعر بالنسبه للادب اش غنقول لكم الكليكس واعرين الكاليتي واعره الكومباتيبيليتي مع لي فونز يعني ملي كتنزل الفون كيبان ديك الشيء سوبر اتش دي شي حاجه هربانه فهمتيني يعني اذا بغيتي تخشيها مثلا تقدر تخشي هيدا تبرونشيه مع بعضياته هيدا وتستوريها ولا تعملو في ستوكاج كيما بغيتي. ولكن الحاجه اللي بغيت نقول لكم عليها هو ان الكومباتيبيليتي مع لي جو اللي هي قليله ماشي كبيره بزاف على ما شفت لي جو اللي مشهورين وعالميين ماشي كومباتيبل معاهم بزاف ديال لي جو اللي عالميين معروفين ماشي كومباتيبل خصكم تقلبوا على لي جو اللي كومباتيبل قبل ما تشريو هذا الايتم هذا يعني شوفوا لي جو اللي كومباتيبل واش يعجبكم ولا ما يعجبكمش هذه الاولى. ثاني حاجه اذا لقيتوا مثلا لي جو اللي كومباتيبل هذا يعجبكم 100% مقارنه مع انك تلعب بالتاكتيل ولا تلعب بالتليفون ديريكت هذا يعجبكم غتحس براسك بحال اللي لعب بالمانيط. اوبسيون اخرى اللي عاد زاد اللي ولا بد خصكم تردوا لي البال هذا الكيشي هذا يقدر يكون كومباتيبل مع لي اكس بوكس جيم باس او لا مع الاكس جيم يعني كاينه واحد الاوبسيون كاينه في اللي عندهم الكونسول ديال الاكس بوكس سيريز اكس ولا سيريز اس هاد لي كونسول جداد اللي غيخرجوا تقدر تلعب لي جو ديال الاكس بوكس في التليفون مثلا اذا لعبتي لي جو ديال الاكس بوكس في التليفون وما يمكن تلعبهم بالتاكتيك بهذا عاد تجي عادي فهمتي ماشي شي حاجه ولكن اذا لعبتي لهم
بهذا غتكون شي حاجه خارقه. دونك غوشيرشيو ايضا في هذه القضيه. دونك صافي هذا الشيء بالنسبه للنصيحه 100% كومباتيبل اذا كان 100% ريكوموندي اذا كان كومباتيبل مع لي جو اللي كيعجبوكم. هذا الشيء اللي نقدر نقول لكم. صافي هذا اللي كان ريفيو خفيف ديال ريزر كيشي اللي بغاه كاين في ستور كومباتيبل مع اندرويد مروكو جيمر ستور بوايم ا. دونك كما اي حاجه كانت عندي في ستور نحاول نعمل عليها ريفيو 100% ريل ريفيو. ما كاينش النفاق ما كاين والو فحال اللي فهمتي. كاين بنادم كيجي كيعمل ريفيو باش يبيع، انا نعمل لك ريفيو باش تشوف الحاجه افونتاج وديزافونتاج وتختار شي حاجه اللي 100% تعجبك باش ما تزرفش فيها. صافي دونك هذا النوت ديالي عجبني. خصك تلقى لي جو لي كومباتيبل. دونك اذا لقيتي لي جو كومباتيبل مع هذا وعجبوك انك تابغريدي وتطلع النيفو ديالك بالنسبه لي جو. مثلا لقيتي واحد الجو كيعجبك ولقيتي ان كومباتيبل مع الكيشي لعب 100% هذا حتى هو غيكون كومباتيبل مع لي جو اللي كيكونوا واقيلا في الاكس بوكس جيم باس. يعني حيت كاين هاد لوبسيون انك تلعب الالعاب ديال التليفون ديال الاكس بوكس في التليفون. يعني تقدر تلعب جو نيكس جين تلعبو في التليفون. تخيل اذا لعبتيه في التليفون بهاد المانيت هادي غتكون شي حاجه خياليه. دونك هادشي اللي كاين. دونك هذا باقي غيصلح للفيوتشر اكثر. دونك هذا كان ريفيو ريزر كيشي. هذا الريفيو ديالو. كاين ريفيو ديال بياسه اخرى اللي نخليها لكم هنا حتى هو ريفيو ديال ديك بياسه اللي رخيصه على هادي ولكن ماشي نفس الكاليتي ولكن حتى هي بامل. بالنسبه للكومباتيبيليتي بغيت نهضر على واحد الحاجه. اذا لقيتو شي جو ماشي كومباتيبل راه كاين دي لوجيسيال اللي كي بروغراميو هاد لي بوطون باش يكونوا في لي جو فحال بابجي فحال فري فاير فحال لي جو اخرين كما عملنا في الريفيو الاولاني ديال ديك الكونترولر اللي كنت عملت شحال هذه. صافي الشباب دونك هذا كان ريفيو ديال ريزر كيشي. فرعوا لنا واحد لايك خفيف سبسكرايب تحت وخلي لي الكومنت ديالك شمن ريفيو باغي تشوفوا في الحلقات اللي مجا واش عجبتكم هذا الفيديو بهذا السيت اب هذه الجديده. صافي نخليكم فيديو سمجين تهلاو بيس.